السلام عليكم، معكم مجد من قناة بيكسل شوت. اليوم راح نشوف جهاز بلاي ستيشن 2 سليم. طبعا انا اشتريت هذا الجهاز فقط ب$10، الجهاز معطل، مفروض انه ما بيشتغل، لان هذه هي المعلومات اللي حصلتها لهذا الجهاز. فراح نشوف اليوم هل بستطيع اني اصلح هذا الجهاز، ممكن يكون يشتغل. انا ما عندي اي معلومات كثيرة بخصوص هذا الجهاز الا هذه الصورة، زي ما انتم ملاحظين هذه هي الصورة للجهاز، الصورة الوحيدة الموجودة عنه وانه الجهاز ما بيشتغل، فهذه هي المعلومات الوحيدة الموجودة عندي بخصوص هذا الجهاز. فاليوم راح نفتح، انا ما عمري شفت هذا الجهاز لحد الان، راح افتحه واشوفه لاول مرة، نشوف كيف حالة الجهاز. مبين في الصورة انه في يد تحكم وفي كل الاسلاك الموجودة معاه، وانه موديل الجهاز اللي هو بلاي ستيشن 2 9.3، يعني اخر موديل او اخر اصدار من جهاز البلاي ستيشن 2 سليم، اكيد يعني انه سليم هو اخر واحد نزل. فراح نشوف شو الاشياء الموجوده معاه. المفروض انه يكون معاه كل الاسلاك زي ما انتم ملاحظين، هذا هو السلك الوحيد الموجود معاه اللي هو سلك الباور، والسلك الثاني راح يكون اللي هو عباره عن سلك الاي في كيبل، سلك الالوان الخاص في الجهاز. طبعا هذا السلك شكله مش اصلي، بتلاحظوا انه صورة السلك مش مكتوب عليها سوني، فاعتقد انه مش السلك الاصلي اللي كان مع الجهاز. ايضا مع 2 يد تحكم، هنشوف كيف شكل يد التحكم. زي ما انتم ملاحظين هذه يد التحكم الاولى، طبعا شكل يد التحكم من سوني، شكل اليد اصلية لكن شوي يعني مشخطة ومستخدم كثير، مع انه الجهاز قديم ومش شغال. فراح نشوف شو الاشياء، ممكن ما تشتغل الايد لانه ما عندي معلومات بخصوص هذا الايد. هذه يد التحكم الاولى من سوني، وهذه يد التحكم الثانية. طبعا هذه اليد التحكم الثانية افضل من الاولى، لانه بيكون في نسختين من يد التحكم. هذه اعتقد انها يد التحكم اللي كانت مع الجهاز، يعني هذه يد التحكم الاصلية، ملاحظين البلاستيك لكن عليها شوي اوساخ، فلازم تتنظف، عليها كثير اوساخ الصراحة. سامعين كيف الاصوات الموجود داخلها، فيها شوية اشياء متكسرة ممكن، فما اعتقد انها راح تشتغل. راح نشوف كل هذه القطع مع بعض. فاخر قطعة اعتقد موجودة في الكيس اللي هي الجهاز، زي ما انتم ملاحظين هذا هو الجهاز. جهاز بلاي ستيشن 2 سليم 9000، ملاحظين هذا بتكون زجاج بالكامل، تختلف عن الموديل الاصلي اللي هو سليم الاول. زي ما انتم ملاحظين الجهاز مكسر بالكامل، ايضا زر الباور مش موجود، فهذا راح يكون عطل كبير بالنسبة لي، انه بالنسبة لزر الباور انه مش موجود. وايضا الكفر اللي بيكون موجود على مدخل الميموري ايضا مش موجود، فأنا مش عارف إذا هذا الجهاز راح يشتغل. أنا اشتريته على أساس إنه مش شغال، لكن ما توقعت إنه يكون مكسر لهالدرجة. فالشخص اللي كان عنده الجهاز حاول يفتح الجهاز، هذا إشي أكيد، لأنه ملاحظين إنه هذا الاستيكر الخاصة بالكفالة مشيولة من الجهاز. فراح نشوف مع بعض حالة الجهاز. الممتاز إنه في سلك الباور الخاص بهذا الجهاز، يعني موجود في كل مكان، سلك باور عادي، مش نفس سلك الباور اللي بيكون في البلاي ستيشن سليم الأصلي اللي هو الاوريجينال اول سليم نزل من البلاي ستيشن 2، لانه الباور سبلاي بيكون موجود داخل الجهاز مش موجود في السلك الخارجي، فهذا اشي ممتاز. فراح نشوف كيف حالة الجهاز من الداخل، الليزر موجود فيه، يعني اتوقع انه ممكن في قطعة مش موجودة داخل الجهاز، راح نتفقد الجهاز بالكامل ونشوف هل راح يشتغل معانا. زي ما انتم ملاحظين يا اخوان هذا هو الجهاز من الداخل بعد ما فكناه، ملاحظين كمية الاوساخ الموجودة بداخله. طبعا الجهاز مليان في الاوساخ، ما اعتقد انه الشخص اللي كان عنده هذا الجهاز نظفه. زي ما انتم ملاحظين الجهاز فيه شعر وكل شيء، يعني ملاحظين كيف الاسلاك كلها اوساخ. لكن في شيء ممتاز اللي هي زر الباور، طبعا ملاحظين هذا هو زر الباور كان موجود داخل الجهاز، وهذا اشي ممتاز راح يفيدنا كثير انه نشغل منه الجهاز. وايضا اللي هو القطعة تشيب اللي بتساعدنا ان نشغل الجهاز ايضا كانت موجود، يعني الشخص ممكن اللي فك الجهاز ما عرف يركبه
راح نوضع القطع كلها مع بعض ونوضع زر التشغيل اللي هو زر الباور ونشوف هل الجهاز راح يشتغل بشكل طبيعي او راح يكون في مشاكل. وصلت الاسلاك في الجهاز سلك الاي في كيبل وسلك الباور، لكن ما في الوان بتظهر من مدخل الباور او عند زر الباور. المفروض انه يكون في لون احمر لكن ما في الوان بالكامل، لكن في زي كهرباء او يعني زي شرار بتطلع من اللي هو الباور سبلاي زي ما انتم لاحظين في هذا المكان، فممكن انه في شورت موجود في اللي هو منطقة الباور سبلاي. هذا السبب اللي ما بيخلي انه يكون في باور يوصل لزر الباور الموجود عندنا على اليمين. فبالوقت الحالي ما في باور زي ما انتم لاحظين، الجهاز ما في له اي ردة فعل، فلازم اني افك الجهاز بالكامل ونشوف وين المشكلة الموجودة بداخله، ونشوف كيف القطع موجودة وكيف شكلها. ممكن الشخص اللي ركب الجهاز او فك الجهاز بالاول ما عرف يركب القطع بالشكل الصحيح، بس الممتاز ان وجدنا كل القطع الموجودة في داخله، فهذا اشي ممتاز. فالحين راح ننتقل ونفك الجهاز بالكامل. زي ما انتم ملاحظين الجهاز معدل، موجودة فيه تشيب تعديل عشان يشغل ألعاب منسوخة. فاحنا فكينا الجهاز بالكامل، وهذه هي قطعة البورد الموجودة داخل الجهاز. راح نستخدم الكحول عشان ما نأثر على التشيبس الموجودة داخل البلاي ستيشن. فبعد ما ننتهي من تنظيف كل القطع راح نشوف شو في أعطال موجودة داخل هذه القطع، نرجع نركب الجهاز مرة ثانية ونشوف هل الجهاز راح يشتغل. بعد ما فكينا الجهاز بالكامل زي ما انتم ملاحظين، هذا هو الكفر العلوي وهذا الكفر السفلي للجهاز، فراح ننظفهم. فحطينا احنا مي وصابون مع بعض، فراح ننظف الكفر العلوي بالبداية فعشان تطلع كل الاوساخ الموجودة فيه. بما ان فكينا الجهاز بالكامل فالافضل ان ننظف كل هذا القطع من الاوساخ. فكينا مروحة الجهاز، فدايما لازم ننظف مراوح الجهاز لأنه أكثر منطقة بتجمع أوساخ داخل البورد، فراح ننظفها وننظف البورد بالكامل. انتهينا من تجميع الجهاز لكن بدون الكفر، فقط القطع زي ما انتم ملاحظين. هذا هو زر الباور، ووصلت الباور سبلاي، وركبت المروحة، وايضا العدسة. كل القطع هذه ركبتها مؤقتا طبعا لحد ما ينشف الكيس الخارجي، وايضا نتأكد من انه القطع شغالة. فراح نجرب بالوقت الحالي بعد ما نظفنا كل القطع ورجعنا وصلناها بشكل ممتاز هل الجهاز راح يشتغل بعد ما نوصل في الكهرباء. فخلينا نجرب ونشوف هل الجهاز راح يشتغل. زي ما انتم ملاحظين الجهاز اشتغل بعد ما نظفناه وركبناه بالكامل وكل القطع، فالجهاز اشتغل بشكل ممتاز زي ما انتم ملاحظين. حتى العدسة اشتغلت، لكن لحد الان ما جربت الالعاب على العدسة. بتلاحظوا انه الجهاز اشتغل بشكل طبيعي بدون اي مشاكل. فالمشكلة الوحيدة اللي كانت بالجهاز مش بالباور سبلاي، يعني انا شكيت في الباور سبلاي وقطع ثانية، لكن المشكلة بتوصيل اللي هو زر الباور. يعني الشخص اللي فك الجهاز وصل هذه الأسلاك بالعكس، فكان الباور سبلاي يعطي كهرباء ويضرب شورت، فهذا السبب اللي كان ما يخلي الجهاز يشتغل.
فانا شكيت في الباور سبلاي في البدايه، لكن المشكله طلعت من زر الباور. يعني هذه الاسلاك كانت معكوسه بالكامل من الجهه اللي بتوصل في البورد والتشيب اللي بتوصل في زر الباور. فهذه هي المشكله الوحيده اللي كانت بالجهاز، اكتشفتها بعد ما شيكت على كل التوصيلات الموجوده فيه، والحمد لله الجهاز اشتغل. لكن الحين راح نبدا ونجمع الجهاز ونرجعه على حالته الاصليه عشان نجرب ونشوف العدسه هل راح تشغل العاب او راح يكون في مشاكل، وبعدها راح ننتقل ليد التحكم ونشوف هل يد التحكم راح تشتغل على الجهاز. بعد ما جمعنا الجهاز وركبناه بالكامل، الحين راح نجرب اللي هي لعبة فايت نايت، هذه اللعبة الوحيدة الموجودة عندي، وراح نجرب العدسة لأن لحد الآن ما جربناها، ونشغل الجهاز وأيضا راح نجرب معاها أيدي التحكم. زي ما انتم ملاحظين اللعبة اشتغلت بدون اي مشاكل، بأن تأكدنا انه العدسة شغالة وما في مشاكل في الجهاز. الجهاز تقريبا صار 100% بيشتغل بشكل طبيعي. راح نجرب يد التحكم الاولى. طبعا احنا كان مع الجهاز 2 يد تحكم، هذه هي يد التحكم الاولى، راح نجربها ونشوف هل راح تشتغل. زي ما انتم ملاحظين يد التحكم فيها اضاءة، يعني الطاقة بتوصل يد التحكم، هذا اشي ممتاز. لكن الحين راح نجرب الأزرار الموجودة فيها، ستارت، مثلث، كانسل، الأسهم، حتى الأنالوج بيشتغل بشكل طبيعي. فالحين راح نجرب يد التحكم الثانية. يد التحكم الثانية فيها إضاءة برضو، لكن ما في أي ردة فعل من الأزرار الموجودة فيها، بما أنه فيها طاقة فلازم ان نحاول ان نصلح هذه الايد في حال اذا استطعنا ان نصلحها. زي ما انتم ملاحظين بعد ما حاولت اني افك يد التحكم وصلت للبورد الخاص فيها. طبعا بتكون في زي ورقة موجودة عشان الازرار تضغط وتجاوب يد التحكم، لكن كل هذه القطعة متعطلة بالكامل اللي هي هذه الورقة الموجودة عشان توصل اوامر الازرار للجهاز، فبتكون موصولة في البورد الخاص في يد التحكم. زي ما انتم ملاحظين هذا هو المكان اللي بتكون موصولة فيه، فهذه المنطقة بالكامل متعطلة، فيعني من الصعب للأسف اني اصلح هذه يد التحكم، فراح نخليها على جنب، ممكن نستخدمها في المستقبل لقطع الغيار. بعد ما انتهينا من تصليح جهاز بلاي ستيشن 2 اتمنى انكم استمتعتوا في الفيديو. طبعا هذا الجهاز فقط كلفني 10 دولارات، والحمد لله اني ما اضطريت اني اشتري اي قطع اضافيه. واذا كان عندكم اي اسئله بخصوص بلاي ستيشن 2 او اي اجهزه ثانيه حابين تشوفوها على هذه القناه في المستقبل، اتمنى انكم تكتبوها في التعليقات، وايضا اتمنى انكم ما تنسوا الاشتراك في هذه القناه، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات ثانيه.